مشاهدينا الاعزاء في كل مكان، انتهت قصة المرمومة التراثية 2016، حكاية ورواية روتها لنا اساطير الهجن. وهنا كل الشعارات التي حاولت تسجيل رموزها واسمائها بحروف ذهبية في مساء رياضي جميل مع بداية هذا المهرجان. كانت مشاهدينا الاعزاء 11 يوما دار بينها التنافس، دار بينها التحدي في مساء اليوم او في مساء المرموم. طيلة هذه الايام ذهبت مشاهدينا الكرام بكل حبها وبكل تقديرها وبكل لمساتها الفنية. عشنا فرحا وعرسا كبيرا، في كل يوم تزداد هذه الافراح وتزدان بحضور اصحاب السمو والشيوخ وبحضور كل المتابعين وبمتابعة كل الجماهير. امسيه هذه الليله انطلقت من خلالها مشاهدينا الكرام اول الاشواط الرئيسيه ومساء اليوم، حيث ذهب الشوط الرئيسي وسيف الامارات حيث يغادر على الخطوط الجويه القطريه الى الدوحه، هناك ليهدي التحيه والسلام الى اميرها المفدى وهجن الشحانيه، حيث انتزعت شوط الامارات وسيف الامارات مع خود بقياده العملاق سلطان بن محمد الوهيبي. اما الشوط الثاني فكان حاضرا ايها الحفل الكريم مع الفائز لهجن العاصفه، حيث انتزع كذلك سيف الامارات بالنسبه للزمول وحقق الانتصار وحقق الناموس ليهديه الى عشاق وجماهير هجن العاصفه في امسيه تراثيه تاريخيه حضرها الجميع. اما الشوط الثالث فكان الشوط الاحمر، فكان الشعار الاحمر، فكان الحمر الخطر هو من عزف سمفونيه المحليات الاصايل في نجاح المهرجان، حيث كانت دلمة لهجن الرئاسة هي من تقدمت وانتزعت كذلك الخنجر الذهبي للمحليات. هجن يا أصحاب السمو، تهانينا لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه، وإلى المضمر محمود بن محمد الوهيبي. هنا معالي الشيخ سلطان بن حمدان كذلك في فرح وابتهاج في هذا المساء. مشوط الختام فعاد مشاهدينا الكرام شعار هجن العاصفة وتكون الكفة الراجحة مع رجحان. هنا مشاهدينا الأعزاء لحظات التسليم وتتويج السيوف، هنا سيف الإمارات يستلم مشاهدينا الكرام من قبل مضمر خود سلطان بن محمد الوهيبي، هنا كذلك سالم بن فاران المري، هنا سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني يتوج الأبطال يتوج الفائزين، هنا سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم كذلك في فرح وابتهاج وناموس حضره الجميع وتابعوا مشاهدينا الكرام. وليلة القبض على السيف، وهنا ليلة القبض على العمالقة والذهبي في مساء جميل. هنا هذه صورة تذكارية رائعة جميلة بحب وافتخار، هنا حملوا السيف وطار هذا السيف إلى الأخوة الأشقاء في قطر، هنا كذلك صالح العيدة يستلم كذلك هذا السيف في صورة تذكارية مع سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد، هنا العملاق سلطان بن محمد الوهيبي يتوج بهذا السيف فرحا وفخرا واعتزازا مشاهدينا الكرام. بينما نسير لنتابع مع حضراتكم السيف القادم وهو سيف الفائز أزمول لهجن العاصفة الشوط المفتوح، حيث كان الفائز لهجن العاصفة وانتزع كذلك السيف سيف الإمارات الخاص بالزمول. تهانينا والناموس لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم على تتويجهم بهذا الفائز أو هذا السيف الذهبي. هنا لحظات التتويج، هنا الواثق حمد بن راشد بن غدير يستلم هذا السيف في لحظة جميلة تاريخية، هنا بحضور سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم راعي هذا المهرجان المرموم 2016. عشنا أجمل أيامه وأحلى لقطاته الفنية. أما مشاهدينا الكرام شعار هجن الرئاسة حيث خاض البطولات ويأتي في هذا المساء بالخنجر الذهبية لتستلم وتأتي دلمة لتنتزع هذا الشوط بقيادة مغمرها البروفيسور
الدكتور محمود بن محمد الوهيبي في تواضع من أصحاب السمو الشيوخ. هنا سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل الثاني يتوج الفائزين. هنا سيدي معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان كذلك فرحا وفخورا بهذا الإنجاز لشعار هجن الرئاسة. أما الشوط الرابع فكان رجحان هو من رجحت كفته لينتزع الشداد الذهبي هنا لهجن العاصفة. تهانينا لمالك هجن العاصفة سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، كذلك الواثق حمد بن راشد بن غدير، وكذلك أبو زايد يستلم هذا الشداد بعد فوز حافل في مساء هذا اليوم والتتويج بالرموز في انطلاقاته. المساء الجميل، المساء الرائع، هنا لقطات فنية رائعة ولحظات لا تنسى في تاريخ سباقات الهجن العربية الأصيلة. مشاهدينا الكرام في كل مكان، لازلنا مع تتويج هجن أصحاب السمو الشيوخ، أما الآن مع هجن أبناء القبائل. هنا لحظات صديق الجميع يأتي محمد بن أحمد بن يابر، هنا ليأتي ليكشر عن اليابة هذا الشبل من ذاك الأسد، يأتي معلنا كذلك عن حضوره في منصة التتويج. هنا إذا نتوج أشواط أبناء القبائل في مساء هذا اليوم والذي دارت منافساتهم في الفترة الصباحية. البداية كانت مشاهدين الأعزاء بقزوين وسيف المفتوح بالنسبة لأبناء القبائل، حيث يشاركنا الجميع في هذه الأفراح. وكذلك مشاهدين الأعزاء لتعتزل ميادين السباق قزوين لمالك راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، حيث انتزعت السيف المفتوح لأبناء القبائل فرحا وابتهاجا وتعتزل ميادين السباق. هنا كذلك سمو الشيخ زايد بن مكتوم بن راشد بن سعيد المكتوم حاضرا في مساء هذا اليوم، كذلك سمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة المكتوم، الكل حاضر، الكل فرحا مبتهجا. مشاهدي الكرام هناك سمو الشيخ مكتوم، سمو الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد المكتوم أيضا حاضر في هذا المساء. نحن كلنا فخر بحضور هذه الأسماء، بحضور هذه الأساطير، بحضور هؤلاء الرجال الذين وقفوا دائما لدعم الرياضة العربية الأصيلة في كل ميادينها، في كل مكان لها، سواء مع الصغار أو مع الكبار. هنا يأتي العملاق كذلك في صورة فنية ولوحة جميلة وجمالية، يحمل معها هذا السيف الغالي، سيف خود، ليسير ويذهب كذلك على الخطوط الجوية القطرية ليهدى إلى مالك هجن الشحانية سيدي أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. هنا لحظات تتويج أبناء القبائل. إذا مشاهدينا الكرام وسيف قزوين السيف الإمارات المفتوح في هذه الأمسية، لكن لازلنا محتفلين. نشوف اذا هنا سعاده علي بن سعيد بن صرود هو من سيتوج الاخوه الفائزين بحضور سعاده الشيخ حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني في هذا المساء. نشوف سيف الحول، السيف المفتوح، سيف الامارات مشاهدينا الكرام الذي ذهب مع هذه الانطلاقات سلطان بن محمد الوهيبي هنا فرحا بهذا السيف في منصة الاحتفالات في منصة المرموم الرئيسية فرحا بفوزه بسيف الإمارات مع أخود العملاق. نشوف إذا تتويج سيف قزوين سيف الإمارات لراشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، إذا هو من فاز بسيف الإمارات. في هذه اللحظات ننتظر تتويجه لأبناء القبائل. هنا لحظات التتويج الرئيسية والمهمة في مساء هذا اليوم زانت بها الميادين. هنا راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، كذلك مكتوم بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، وحمدان بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير حاضرين في مساء هذا اليوم يتوجون بسيف الإمارات، سيف قزوين الذي حملته في هذا الصباح الجميل وهذا المساء. كذلك تعزل إلى ميادين المشاهدين من ميادين السباق إلى الإنتاج. هنا أبناء محمد بن راشد بن غدير راشد، وكذلك هنا علي بن راشد بن حمد بن غدير حاضرا في هذا المساء. إذا شوطنا المفتوح وسيف الإمارات بالنسبة للزمول الأصايل كان من نصيب كفو مع شعار صعب المضمرين. محمد بن سلطان بن مرخان هو من يفوز بهذا السيف الغالي، هذا السيف الكبير. هنا مشاهدينا الأعزاء فرحة كبيرة، فرحة مثيرة، فرحة لا توصف أبدا في انطلاقات هذا المساء. محمد بن سلطان بن مرخان صعب المضمرين وكذلك مضمر كفو
محمد بن فريش العويسي في استلام هذا السيف. ها هو سيف كفو، وكذلك يعتزل هذا كفو، يعتزل ميادين السباق ليحول الى انتاج. شكرا ابو سلطان على هذا الحضور وعلى هذه المشاركه والتتويج ايضا بسيف كبير وسيف الامارات، يسجل كذلك بحروف من ذهب في هذا الميدان. اما الشوط الثالث في المحليات الاصايل وشوط الخنجر كان من نصيب اثير، وكذلك راشد بن محمد بن راشد بن حمد بن غدير، هنا احد الشباب راشد بن محمد بن راشد بن غدير يتوج بهذا السيف فرحا وفخرا واعتزازا. محمد بن راشد بن حمد بن غدير ايضا متواجد، كذلك حمدان. ماذا تقول لهم؟ اقول لهم مبروك، يستاهلون. طبعا خود ناقه السبوق جاي ثاني على الجزيره، هي المرشح الافضل قبل السباق، وادت يعني احنا حاولنا بس لكن ما قدرنا. طويل العمر، يمكن الزياره التاريخيه لسيدي صاحب السمو امير دوله قطر يوم الامس، الكل كان سعيد جدا بهذه الزياره التاريخيه، شو تعني لكم طويل العمر هذه الزياره؟ والله طبعا تعني الكثير، خاصه لي انا. الشيخ تميم هذا اول مو بغريب عليه، اخ وصديق وحبيب، يعني الناس تعرف اني انا احبه كثير. هذه زياره محبه. ثانيا رياضه الهجن تجمع اللي يحبون بعضهم، تجمع الرياضه هاي الناس، نحن نحب الناس، تجمعنا مع بعض، هذا هو اللي نحن ندور من رياضه. طويل العمر، يمكن هذا المعنى اللي نحن محتاجين له في هذه الايام، خاصه في على مستوى الخليج، كلنا كتله واحده، دوله واحده، وهذا اللي ياكدون عليه قادتنا وشيوخنا طويل العمر. الحمد لله صح، نحن كلنا واحد وما في فرق اصلا، بالعكس هو يوم يا بلاده، يعني طار من بلاده يا بلاده. فانا اشكره على الزياره، وحمدان فرحان بزيارته وايد. شيخ كلمة، ماذا تقول لجماهيركم الآن بعد سيناريو اليوم حقيقة للمرحلة القادمة في مجال الهجن؟ عمر، والله أنا أقول حق جمهور الهجن مبروكين على النجاح هذا، وأقول حق جمهور العاصفة اصبروا شوي. بيض الله وجهك، الله يعطيك العافية. أخيرا طويل العمر، نحن في دبي ريسينج بعد آخر يوم، ناموسنا طويل العمر هو السلام مع طاقم العمل، ويعني تحيتهم، أبذلوا جهد يا طويل العمر من بداية اليوم، وكانوا يواصلون الليل بالنهار حتى أنجح هذه. هلا مليون، تعالوا. هذا طاقم عمل مشاهدينا الكرام دبي ريسينج وبرنامج أهل الهجن وجميع العاملين في دبي ريسينج. هذا طويل العمر وسيم في الإنتاج، عندنا محمود في الإنتاج طويل العمر، مخرج البرنامج ملحم، الأخت بيسان، أحمد الخطيب، هذا نضال طويل العمر. مشكورين شباب. طويل العمر هذا المعلم مالنا، هذا العراب معد البرنامج، هذا الشيب. نعم الله يحفظك يا طويل العمر. والله هم نشكرهم، ان شاء الله يبيضون ويوهنا بعد في ابو ظبي ان شاء الله. مشكورين، الله يحفظك يا طويل العمر.